لسه في فرصة لحتى تصيب الهدف، حاول أكتر. غانغا، هاي الأيام الناس لازم يشتغلوا وقت إضافي بالمكتب، ما هيك؟ وهلأ ميرا بتكون هنيك. إيه مزبوط. لا لا، هي مو بالمكتب هلأ، بتكون عند أهلها. راحت هيك فجأة؟ لا مو فجأة، اتخانقت معي وراحت. لأنه بصراحة نحن اليوم اتخانقنا خناقة كتير كبيرة، ولهيك هي راحت. ابني، انت عم تقول انه اتخانقتوا اليوم وهي راحت لعند اهلها، وكمان انت ما حاولت توقفها ابدا؟ وليش لحتى وقفها؟ مو انتوا اللي كان بدكم يعني نتخانق؟ شو هاد؟ يلا انبسطوا، هي ليكنا اتخانقنا. يا ابني صح، نحن قلنا لكم انه لازم تتخانقوا، بس انه هي تترك البيت وتروح قصة كبيرة صح؟ طيب وشو هلا؟ يعني بلكي ضلت ميرا زعلانة على طول؟ ها؟ ممتاز أبي، صار الحديد حامي وأنت لازم تضربه هلأ، لهيك قوي قلبك وضرب ضربة تكون قاضية وبتكسر. أنا عن جد صار بالي مشغول. وأنتوا ليش لحتى ينشغل بالكم؟ مو أنتوا اللي كان بدكم يعني نتخانق ولا لا؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.